إن كانوا يحبون هذا البابودا كثيراً يمكنهم البقاء بداخله للأبد. دق دق، من هناك؟ أنا رياح. أعرف، أنا خفيف الظل. الرياح تزداد قوة، علينا إقفال الباب. سأتولى ذلك، عضلة الزحف الخارقة. أوبس، آمل ألا يكون هذا قديما. سأتولى هذا، سرعة الحس الخارقة. يا للعجب! إذا كنتم بحاجة لمساعدة معلمة التنين، دعوها تتولى الأمر. لا أعتقد أنها تستقبل ضيوفاً كثيرين. تقول لفافة الحكمة، إذا أردت تهدئة العاصفة فاستخدم سر الرياح، لكن لن يجده معلم التنين إلا بعد إنجاز ثلاث مهام. إنه مخبأ داخل الباجودة. سوف أبدأ. المهمة الأولى هي اختبار لصبر معلم التنين. لم تطرف عيناها للحظة. مذهل، لكنها تستغرق وقتاً. واو، من هنا. معلمة التنين أكثر. ما رأيك أن تتوقف أنت أيها الفتى القرد؟ لنرحل من هنا. أوقفي هذا بوما، تزيدين الأمر سوءا. روميو هو من يقوم بالأفعال الشريرة. أتعرفين بوما؟ لا بأس بك بالنسبة لمقنعة. أنا أمسك بشعاع التجمد. كيف؟ لدي العسل. وأنت لديك ذلك الشيء المرفرف. رياح البوما؟ أمسكت بك. أمسكت بهذا. حطمتموها. ربما يصلحها الآلي الصغير بعد أن يصلح طائرتي. بوما، يجب أن توقفي هذا. لكنني حركتك. لقد تجمد فقط لأنك أغضبت روميو. ما بكما؟ أمنعه من العبث بهذه الفيروسات. أهذا بشأن الفيروسات حقا؟ ما هذا؟ تفعيل المحركات الصاروخية، سأريهم جميعا. المزيد من الرفرفة؟ هذا ممتع. هاي موتسوكي، ما الذي يخططون له المزعجون الصغار؟ آلي، أهذا الوقت المناسب لتنظيف المختبر؟ أريد الانتقام. آسف سيدي، كنت أقوم بالتنظيف الشامل بينما كنت منشغلاً بالأعمال التخريبية. والآن لأعمال تخريبية حقيقية لنسقط جميع الفيروسات بكل أنحاء المدينة. ليس قبل أن أوقفك أولاً. رياح البومة. أو لا، إبطال التشغيل، إبطال التشغيل. يحدث هنا. هذا ليس بفعل نينجا الليل، صحيح؟ لا أعرف، لكن لن ننتظر ليحدث الأسوأ. هيا، سنترك الدراجات. هاي، هل سمعتما شيئاً؟ قصة القط الخارقة. الفوارات اللاصقة. احترسا. علينا الابتعاد من هنا. أمسك بي. نجونا.
كاد نينجا الليل ينال منا. لا أظنه من فعل هذا. نعم، خرجت من الأرض فجأة. هناك شيء غريب يحدث هنا، وكأن أجواء الجبل تعكرت أو ما شابه. لا، إنه نينجا الليل. ماذا إن كان إحضار جرس التنين إلى هنا أدى لتلك الأحداث الغريبة؟ على أي حال، علينا إيقافه قبل أن يعيقنا هو. انظرا، السماء أصبحت صافية. لن نسير، سنتجه للقمة مباشرة. نعم، لن نصل بوجود تلك الفخاخ. سأتولى الأمر. قبضة الزاحف الخارقة. لست مطمئنا لهذا. لا تقلق، سأحميك. حسنا صديقي، لن أستطيع تثبيته طويلا. سأطلقه بعد 3، 2، 1. إيو، لا تلمسها زاحف. أندوفايا، لن أتركها علي، إنها كريهة. كلا، الكرة اللزجة. لو كان بها فراء المستذئبين فربما هذا ما حول محارب النينجا إلى هذا. النينجا المستذئب. أيها النينجا المستذئب، هذه ليست لعبة مطاطية، اتركها. أنتم لا تزعجوها أيها المقنعون، إنه عضو في القطيع الآن. ليس لوقت طويل، وستدفعون الثمن لخطفكم إياه. أصابع النينجا يا محارب النينجا. رياح البومة. عضلات الزاحف الحارقة. رائع أيها النينجا المستذئب. ماذا تعني أن تحول لنينجا مستذئب لطيف؟ لستم هنا لتكونوا لطفاء، أنتم هنا لكي تطيعوني. قفز النينجا. هذا المكان هادئ.
بالتأكيد، وحين تصل إلى القمة سيجعلك الجبل هادئاً. من يصل أخيراً هو الثرثار. كيف صعدنا إلى القمة من قبل ولم نشعر بشيء؟ لن يفهم ذلك سوى معلم حكيم. لنتجه إلى الهدوء. يتجهون نحو الهدوء. إذن لذلك يريد الأحمق المتحجر الصعود إلى جبلي لنقدم ترحيباً منفراً. لكن كيف؟ هيا، أيليق الهجوم اللاصق وحده بمحارب شهير مثلي؟ حسناً، لكنها فكرتي أنا. معلمي، هذا طائر جبلي هادئ؟ لا، إنه هجوم نينجا مزعج. النينجا؟ اطمئنوا، سرعة القط الخارقة. لا يهمني أمر النينجا، صحيح أيها القط المعلم؟ فوق الجبل لن يزعجني شيء. تتحدث كبطل حقيقي، لكن لنصعد إلى القمة للتأكد. ظل الكائن المتحجر هادئاً، لكنني أعرف الطريقة الملائمة لإثارة غضبه. ضحكة الشريرة. كفى. نجح الجبل بالفعل. أشعر بهدوء تام. توقف يا نينجا الليل، ماذا فعلت بمعلمنا؟ لا أعرف عما تتحدثين. بل أنت تعرف، أيعقل أن يتصرف كنينجا دون أن تتدخل؟ مستحيل. النينجا مبهر. أيتها الساذجة، ألم تفهمي؟ أصبح نينجا بشكل تام. أتريننا نؤدي سحر النينجا؟ أو نعد التعويذات؟ لا، بالضبط. حان وقت البطولة. هجوم آخر على النينجا. النينجا قوي. الصخرة قادمة. زحف تصرف. اضرب الزحف الخارقة. واجهوا الواقع أيها المزعجون. أصبح معلمكم نينجا بكامل إرادته. أين هو؟ أعثر عليه. علينا أن نجده أيضاً، لدينا دروس غداً. بوما، هذه فكرة جيدة؟ أعني حتى إن كان شريراً في السر؟ ليس شريراً، مستحيل. كان يعلمنا في الصف الأول. نينجا. هيا. نينجا. يهدئ نفسه فقط. ما زال مريبا كالنينجا. ربما لم يتغير كثيرا. معلمي، أتذكر عملك في النهار؟ مفاجأة النينجا. يبدو أن هناك كارثة سوف تحدث. كلا، أرمودلان فتى طيب وكيفن غير شرير. لا أثق بهم، لكنني أثق بك زاحف. حسناً، لا بأس. سنراقبهم على الأقل. ستكونان الفتاة لونا ونينجا الليل، وأنا روميو. سوف أسيطر على العالم. استعد أيها الفريق، ماذا نقول؟ نحن أتباع أرمودلان. نحن قادمون. احترزوا الأحرار. ابتعدوا من هنا، هذا الملعب ملكي. أنتم أيها المدعون لستم ندا لمهارات النينجا. هذا مرح فعلا. مرحبا. مرحبا. حسناً أتبع أرمادلان، قيدوهم.
هاي مهلا، كفوا عن هذا. إنها كرة لاصقة، عثرت عليها عندما عدت إلى جبل الغموض لنمسك بالمزيد من الأشرار ولنلقنهم درسا من المستذئبين. ماذا عن المقنعين؟ ربما كانت نواياهم صالحة. ربما؟ أما لا تتأكد؟ أبداً، انتظر. سأعود في الحال، لا تتحركوا. نحن نبحث في كل مكان عن صانع المتاعب. أين المتعة؟ قلت إن الأعمال البطولية ممتعة. لم أقل ذلك، بل قلت إن البطل هو الذي ينقذ الموقف مهما كانت الظروف. أحضر لنا أشراراً آخرين لنواجههم وإلا سننسحب. حسناً، سأكون الشرير. إليكم الكرة اللاصقة. حسناً، ألقي بها يا أكل النام. ربما ليست كارثة. أنتما بخير؟ في أفضل حال. هذا لم يعجب الآلي المقنع الصغير، فعطلت كل مركباتنا. لكن المختبر تعطل أيضاً. نجحنا، أبعدنا المختبر عن الشارع. هاي روميا، ماذا تفعل؟ تعترضون طريقي دوماً. أما الآن وبفضل خطتي المرتجلة سأستغلكم. مختبري يحتاج سرعة خارقة وقبضة قوية وربما إلى رياح خارقة أيضاً. حان الوقت لأخذ مختبر ذي قوة المقنعين الصغار في تجربة رائعة. ربما لدي قوة تكفي لريشي البومة الخارقة. فعلتها. ماذا فعلت؟ حسنا، وضع التعقب. أين زر التعقب إذن؟ أغضبتها يا لونا.
البيت. أهذا أنت؟ أحسنت صنعا يا صغير. أجل، ابحث عن بومة وزاحف وأحضرهما إلينا. اسمح لي. كوميت، ابحث عن البومة والزاحف وأحضرهما إلينا. قد يصعد إلى هنا. آمل أنهم منشدو العيد. حان دورك يا بومة. رياح البومة. إذن هل تحب كعك العيد؟ إنه دسم ويجعلني أفرح. عيدا سعيدا سانتا. مرحبا أيها الخير. البداية فحسب. استعدوا للقذائف اللزجة. سننهي الأمر الآن. ليش البومة؟ البومة المسكينة من دون الريش السحري وقدرة الطيران. اللزجة. إن استطعت الصعود إليه سيساعدني بالطيران ثانية، لكن كيف أصعد إليه بينما لا أطير؟ ما رأيك بالتفكير في طريقة أخرى لمهاجمة المصنع؟ لا، أحتاج إلى جناحية فقط. سيارة القط. كيف سنفعل ذلك؟ مستعد؟ نعم. العضلات الخارقة بتحريك جناحي طائرتك. تستحق المحاولة. مركبة الزاحف. ماذا؟ أنت هنا إذن. ما الذي يجري؟ مهلا، أهذا عراك بينك وبين أيها الألي، لا تفعل. أعرف أنك غاضب منه، لكن اهدأ. زاحف محق، الأبطال لا يفتعلون المشاكل بل يحلونها. أرجوك. هذا ليس مفيدا لك أو للمدينة. يجب أن تتراجع قبل أن يزداد الأمر سوءا. أعرف روميو هو من بدأ ذلك، لكن كلما استطع غضبا زاد هو الآخر غضبا. قفزة الأرض الخارقة. تمسك جيدا أيها الآلي المقنع. إلى طائرة البومة. من الفتى السيء أيها الآلي؟
وقت العودة إلى سيدك. احذر أيها الآلي المصغر، نحن آليون مثلك تماماً. حصلت عليك الآن أيها الآلي المصغر، ولدي عمل لك أيضاً، 4000 معطف مختبر عليك غسلها. أو بلا ستفعل، أنت ملكي الآن وإلى الأبد. المقنعون الصغار حمقى. لم يبق سوانا يا ديزي. أو لا، أنا وحدي. النجدة! أتظنون نينجا الليل صادقا؟ بدا منزعجا بشدة. همس الخيزران، لا أفهم ما الذي يحاول أن يقوله. سأتجه للمكتبة، ربما أجد معلومات في قسم الغموض. وداعا. اختفى كل المحاربين وبقيت وحدي في الليل. لا تخفني أرجوك، لدي شر كثير لأفعله. تيني، شعرت بأن رفاقك المحاربين في ورطة، سامحتك. أركض تيني، أركض. أجد شيئاً، ربما القط والزاحف حظهما أفضل. ماذا تقول؟ شيء في السماء. أنت محق. مهلاً، هذا يذكرني في بوابة السماء المؤدية إلى جبل الغموض. هاي، ماذا يحدث هناك؟ إنه جزء مهم بخطتي. لكنه لطيف جدا يا سيدي. ماذا؟ ارفع صوتك أيها الخردة، أرتدي سدادات أذن، أتذكر؟ حتى لا تسمع لحنك الخاص يا سيدي، نسيت ذلك؟ أين كنت؟ خطتي العبقرية، أحتاج لحيوانات أكثر، لدي كلب وقط وطائر، فلنجرب الأصدقاء ذوي الفراء. ألي، أعد الغرفة لمتطوعين الجدد. رفاق، علينا إيقاف روميو. إلى الطائرة. مهلاً، لا تخرج هكذا، فإن سمعت اللحن سنفقدك ثانية وللأبد. خذات، فكرة رائعة، ستعجب أغنية المصنع الطائر. مرحبا بكما، المستذئبون مفعمون بالطاقة دائما، والآن سأنتفع بها. جاهز يا آلي؟ نعم سيدي. طاقة التمرين، كلما اجتهدوا زادت طاقة مصنعي، لكن هؤلاء الصغار مجرد بداية. تمرنوا بقوة. ها 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 ها.